صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله مرسوم رقم 82 لسنة 2022 بتعيين مدير عام لأكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه: تعين الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة بنت حمد آل خليفة مديرا عاما لأكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية بدرجة وكيل وزارة.